الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حذرت لجنة الزراعة والمياه الأهوار النيابية الحكومة من أي محاولات للاقتراض الداخلي والخارجي بعد إعلان البنك الدولي استعداده لمساعدة العراق. وقال رئيس اللجنة سلام الشمري إن ارتفاع سعر برميل النفط في السوق العالمية ومنذ العام الحالي وفر عائدا جديدا للدولة، مكن تغطية العجز من جهة وللاستفادة منه لديمومة المشاريع الإروائية والزراعية. وأضاف أن الفقرة الحالية بحاجة إلى مزيد من المشاريع الخاصة بالمياه في ظل التناقص في كميات المياه الداخلة للعراق. قال عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي إن ملفات مضاربة الدولار بات أكبر من المتوقع. وقال السعدي إنه إذا لم تتدخل الدولة بكل إمكانياتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية فيما يخص سياسة النقد للبنك المركزي فلا يمكن حل هذه المعضلة. بدورها قالت كتل النيابية إن سعر صرف الدولار ارتفع كثيرا والحكومة لا توجد لديها سيطرة عليه، حيث تعتبر أن هذا الارتفاع ضمن الإصلاحات التي قامت بها في حين ألحق ضررا كبيرا بالمواطن. أعلن البنك المركزي عن زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية للمصارف وشركات الصرافة وحسب الفئات المصنفة. وقال البنك إنه قرر زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية إلى المصارف وشركات الصرافة وتلبيتها بالكامل، مبيناً أن الغرض من ذلك هو تلبية الطلبات من العملة الأجنبية وتحقيق أهداف السياسة النقدية. وأضاف أن حصة المصرف ستكون 300 ألف دولار أسبوعياً، وشركة الصرافة فئة ألف ستكون 2 مليون دولار، وشركة الفئة جيم ستكون 70 ألف دولار شهريا. قال النائب كاظم الحمامي إن عدة عوامل ستمحي معامل الجص والطابوق في البلاد وتضطر العراق لاستيراده. وأوضح النائب كاظم الحمامي أن من بين هذه العوامل عدم توفر الوقود وارتفاع أسعاره، مضيفا أنه على الرغم من امتلاك العراق لأغنى حقول النفط في كوكب الأرض ظلت المعامل تشكو من تفاقم شحة الوقود وغلاء أسعاره وتكاليف نقله. وأشار إلى أن ارتفاع بدلات الإيجار المترتبة على المعامل والمقالة وحملات التقييم المتصاعدة التي تجريها دائرة العقارات على في كل عام. اتهمت لجنة الزراعة النيابية الدوائر البلدية بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العلوات غير المجازة. وأوضحت اللجنة أن متنفذين حصلوا على موافقات لإنشاء علوات خارج الضوابط والقانون، ما أضر بشكل كبير بالعلوات الرسمية الحاصلة على إجازة من دوائر البلدية، موضحة أن العلوى غير الرسمية تحاول تخفيض الأسعار من أجل جذب الزبائن وبيع أكبر قدر ممكن من المنتجات الزراعية لأنها لا تدفع أي ضرائب إلى دائرة البلدية التابعة لها، بعكس صاحب العلوى المجازة رسميا فإنه ملزم بدفع مبالغ للبلدية. صوت المشرعون في الكونغرس السلفادوري بأغلبية ساحقة لصالح قانون يعتبر البيتكوين عملة قانونية لتكون أول دولة تتبنى العملة بشكل رسمي. ويهدف القانون إلى جعل البيتكوين عملة قانونية بلا قيود تتمتع بصلاحيات الدفع غير المحدود في أي صفقة، ويمكن بموجب القانون عرض الأسعار بعملة البيتكوين ودفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية، ولن تخضع عمليات التبادل في البيتكوين لضريبة أرباح رأس المال. ختام الموجز بأمان الله.